شوف القوات الجزائريه القمعيه جايه باغي توقف المظاهرات ديال تيارت، يمكن تيارت ومناطق اخرى، ما لقاو الناس ما يشربوا في عند في الدوله الكرغوليه. شوف القرطاس ملي نوض، ركزوا معايا مزيان. انت ما جاي شو كيجلسوا اليوم، شو كيجلسوا في الطريق. شوف شوف بداو كيضربوا بالقرطاس. الضربه صاحبي وحدين ما لقاو ما يشربوا. السيد السيد كينزل الارض صاحبي، راه وصلت عرفتي باش توصل بك المال. المال جبتوا لي العطش الاخوان، والله الا جبتوا لي العطش قسما بالله الا جبتوا لي العطش. اسمحوا لي ما كنبغيش نشرب قدام الكاميرا. نكمل. مازال ما زعموش باش يتيري فيهم كيضربوا للسما. علاقه صبرين شو هربوا. ها باش توصل لواحد نيت الماء الاخوان، الماء 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 قاسحة. الماء راه بالوجوه، الماء راه بالوجوه. نسيت وعنا جبنا الملايين جات باش يتوضاو. الماء بالوجوه بالمعارف زعما خصنا. هادشي كيبكي وكيضحك في نفس الوقت. شوف ماكش كنضحكوا على المعاناه ديالكم، لكن مازال ما قدرتوش تخرجوا للشارع. شفنا غير اصحاب تيارت هما اللي خرجوا كيحتجوا، اما الجزائريين في العاصمه كنا تضامنوا مع خوتكم. انا المراه بالوجوه، المراه بالوجوه. نسيت وعنا جبنا الملايين جات باش يتوضاو. ما صبناش حول ولا قوه، ماناش نشربوا، خطينا من الماء تواليت الانسان. حنا كي تقبضنا حياه رانا رجاله، نروحوا برا ونسانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقسم بالله إلا كيعانيو. هذوك 30 ولاية اللي جابت الماء داروا جوج سيتيرنات في كارطة يلعبوها يصوروا باللي هم يخدموا في خدمتهم، ومن بعد شنو داروا؟ داوهم لأصحابهم، لأصحاب الدراهم. شوف الحياة، شوف الحياة. أنا الشيبانية تاعي، الشيبانية تاعي اللي يشري لها سعيدة باش توضى. كي نديروا؟ والله كاع راناها، كاع راناها. اسمعني اسمعني تبون، أنا نهضر معاك تبون. اسمع أنا نهضر معاك سي تبون، بنهضر معاك سي تبون. نتايا قلت 48 ساعة تبداو، أما إلا 12 راهم يديروا، راهم ضاربين كاع النح، كاع طول تيارت كومبلي، تيارت كومبلي راه كيما هاك. قلت راه ما مكاش، كاع منافقين، كاع كذابين. وصل الدرجة، شوف شوف سيدي، شوف سيدي الرئيس، وصل الدرجة راه بيننا وبينكم، راه بيننا وبينهم، بيننا وبينهم لا بوليس ولي جوندار، هما راهم في جهة وحنا في جهة. لا حول ولا قوة الا بالله. وما كي يقول ليه رسالة للسي تبون، ما بغاش يقول ليه عمي حيت الدرج ديالو كبير على تبون. قال ليه السي تبون، السي كتموت بالعطش والسي تبون. غريب امركم يا كراغيلة. دوزوا الفيديو اخر. اللي حاكمين البلاد تاعنا ماشي يرجع لي يا خو، تسمع من الاخر لا تسمع وانا نهضر عليهم فلان وفلان وفلان وفلان. ونقول له انا يا عمي تبون، رجلي ورجلي امورك، رجلي صوالحك، او شعبك ويموت، شعبك ويطلب، راك فاهم؟ شعبك ويرقد برا، راك فاهم عمي تبون؟ رجلي امورك خويا الشعب. مش بريزيتو ما نسحقوش حنا واحد طاغيه يحكم فينا كاع، سرقنا كلانا، كلا الشباب كاع راه طايب لكم، نموت على الجزائر كومبلي راهي مريضه دخلاني، داروا لنا ايرور في مخنا، رجعونا ما نخموش خويا، الناس كاع ما عندهمش دراهم. هاد الجوج اللي هضروا دابا، هادي رسالة للكراغيلة الجزائريين، نتحداكم توريهم ليا مؤخرا. بين الكبرانات كيدوبوا بحال هادو باش ما يعاودش يفيق الناس. كاين والو، حنا نسحقوا بلادنا ما نسحقوا لا والو، خلونا ترابنا ولادنا يعيشوا على ديرنا، يعيشوا على ولينا ما نقدروا نديروا والو، لا خدمه لا والو. تصبح ربي كلمه تركض كلمه.
بداو كيعيقوا لان دوك اللي عاقوا كيذوبوا. دوزوا الفيديو اخر. حثالة ضيعت البلاد تو الجزائر اغنى بلد عجبتوا بها اللي حرق بالراس تاع والديكم. السعوديه عندهم بترول معاشين في الرفاهيه وحنا بترول غاز هب خيرات يا الشعب ضايع. عبد اللطيف تاع كاستور تيك توك تاعي قول لهم مرحبا بكم عبد اللطيف تاع كاستور مرحبا بكم لا ماشي مرحبا بهم اللي حرق بالراس تاع والديكم بومال وهذا دابا كيسبكوا مال الكراغله زعما وعارفين غير لينا حنا المغاربه اللي غير كننتقدوكم. اسمعوا اسمعوا من الجزائري اسمع حثالة ضيعت البلاد تو الجزائر اغنى بلد عجبتوا بها اللي حرق بالراس تاع والديكم. السعوديه عندهم بترول معاشين في الرفاهيه وحنا بترول غاز هب خيرات يا الشعب ضايع. ها اللي خصك تعمر بها راسك ايها الجزائري عوض ما تعمر راسك انك تسبنا كما غير. احنا جيرانك احنا خاوتك احنا الحيط على الحيط احنا اقترحنا عليك طائرة باش تطفي العافية اللي شعلت فيك كتسبنا احنا. ها السيد هذا الجزائري كنحييه على ركز معاه مزيان. حثالة ضيعت البلاد الجزائر اغنى بلد عجبتوا بها اللي حرق بالراس تاع والديكم. السعودية عندهم بترول معاشين في الرفاهية وحنا بترول غاز هب خيرات يا الشعب ضايع. السعودية عندها غير بترول راه عايشه نتوما الغاز والبترول والذهب وكذا. الماء ما كاش الحليب ما كاش السميد ما كاش. ايديكم ايديكم عرفوا العدو الحقيقي ديالكم الكراغله. ندوزوا الفيديو اخر اش مسرحيه عاود من المسرحيات ديالهم. منين جات الاخ من فضلك داروا زعما ديك الطيط من المروك يا اخو من المروك بغاو يسقوا لنا عاود شي حاجه جبنا لهم. اسمع منين جيت الاخ من فضلك واش كاين في الباجاج من فضلك كاش بس قال لي القش خطاو حنا ما كنقولوش القش كنقولوا الحوايج هو قال لي القش معليش دوك نشوفو نشوفوش بغاو زعما يقولوا لنا زعما راه جبنا اليوم زعما بغاو يقولوا راه دخلنا اليوم لا تشي وقف. هاي هاي السلاح هذا الاخ لا باس دا جوي جوي هذا جوي مي راهو يشبه المسدس حقيقي اللي ما يعرف راهو يشبه انت هنا في الامن وما عارفاش تفرقي بين مسدس حقيقي وجوي. شفت شي الكره هادشي راه ضدكم هاد المسرحيه اللي صورتو واش يشبه المسدس حقيقي بلاستيك ميم بلاستيك الاخ على بالي بلاستيك ما يحتاجش الرخصة مي هذا راهو يشبه المسدس حقيقي. قال لي بلاستيك قالت لي واخا بلاستيك زعما راه حقيقي هو بلاستيك. عطيها الكرغوليه يا الكرغوليه واش ما حفظوكش اش ديري وهذا الدواء زعما مرحبا بك الاخ منين جيت الله يخليك من المروك من المروك ممنوع تقاسي باكار سينا معليش حط لنا باكاج فوق البونكيت الله يخليك. شي واحد اخر هذا شي واحد اخر من المروك عاود واش عندك اقسم بالله الا كضحكوا على رؤوسكم الكراغله دابا غادي يجي يدخل السلاح زعما اش من ويجي حطو في الباليزه ديالو زعما اللي غادي تفتش وغادي تقلب. اشوفوا حاولوا تطوروا شويه تطوروا يا الكراغله. ندوزوا الفيديو اخر هادشي نهار غادي نفيقوا الرقد ونفيقوا ونسيبوا المغرب ولا كي نيويورك وحنا قعدنا كي موريتانيا هاي من الاخر مع احتراماتي موريتانيا موريتانيا يمكن غتسقط حسن بيه بقاو حنا فين فاش في المجال الرياضي ولا في المجال البنيوي ولا في اي حاجه ما درا لا نجي علاش لانه حنا رانا لاهيين في البروباغندا الخاويه ما عندناش شي برمجه اخرى نهضروا عليها ديال البرمجه ديال الشباب ولا ديال الزينات ولا ديال والو ما نهضروا حتى على حاجه نهضروا غير على القجاع المغرب القجاع المغرب ناكلوا به ونفطروا به ليش كيفاش حنا غادي نطور كيفاش حنا غادي نزيدوا قدام كيفاش حنا غادي نخدموا هذه كيفاش غادي نديروا الطرقوان كيفاش غادي نديروا ملاعب كيفاش غادي يكون عندنا ملعب ديال الكازو ملاعب اليوم ما عندناش كان البارح نتفرج الملاعب مولوديات العاصمه مع البيض الشتا نقسم لك بالله الى 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 ندوزو الفيديو اخر
برلين. برلين عام الله لك تعرف الا دخلوا له المونتاج ديال برلين ديال الحرب. شوف الكراغلة شوف الكراغلة الله يستر شوف يا لطيف يا لطيف. عام 1945 عرفتي باش كيشبه ليها الديكور الاخوان المدينة ديالنا شحال هذا شكون اللي كنقراو عرفتي كان كاينو ضد العجاج وقسموا بالله ما تشوف اللي حداك وحنا وحنا حنا حنا هنا ساكنين حدا ملعب كله تراب وكيلعبوا فيه وكتنوض ديك الغبره كتولي بحال الرمله ديال الصحراء كيجي الريح كيهز داك العجاج والتراب والغبره وما كتشوفش اللي حداك بينك وبينو متر وما تشوفوش وكين دابا راه ولا التبليط ديال الازقه ديال الطرقات داك الملعب اللي كان كيصيفط لنا الغبره وكذا ولا غازو ولا واخا كاينوض دابا الريح ما كتكونش ديك العجاجه اللي كانت شحال هذه هما راه عاد وصلوا ديك شحال هادي دي توصلوا تحررت اوروبا من الحكم النازي ويخوض الجيش الاحمر الان اخر معركه لا حول ولا قوه الا بالله ندوزوا الفيديو اخر السلام عليكم واخر عليكم هاي جاي راه جاي جديد هاي راه جاي جديده ها وصلنا بالسيتر لا تعلم هذه بلاد هذه هذه بلاد هذه يا ابو الحيا ما تبقاش فيها ابو الحيا حاول تمشي ولو تهبط لموريطانيا خير لكم يا الجزائر دوم الفرد ما زلنا نعمروا ما بسيترنا يا سيال كنتو تعيطوا لي تقولوا تخلص المطيح لكم الراس تاعكم قاعد يا سيدي تشعر تشعر ما تحمي انظر انظر اسحب انظر انظر ماذا هنا اخوان ابو يزن عايد الله مضرطة حق ربي غير مضرطة وتحل الحياة الفقر والسعادة الفقر والسعادة قلت حيا عمي تبون دابا نتوما واخا كيتوصل فيكم العظم يحيا عمي تبون يا اخو باش الله اعلم لا حول ولا قوة الا بالله اخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة ديما مغرب من طنجة للقويرة السلام عليكم